يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم ماذا تجوعون تعطشون لعلكم تتقون. قال الله لعلكم تتقون، ولذلك الصائم المتقي أيها المسلمون لا بد كما يصوم بطنه عن الطعام أن تصوم عينه عن النظر الحرام. رمضان رمضان ليتك دوما قريب. اسقِ الشجرة ليستمر عطاؤها بإذن الله من خلال الاستقطاع الشهري مع مكتب الدعوة بسلي. دعمكم دعوة.